لغاية ما في قصة دخلت في الوسط كده و انت دايما عندك قصة كده بتدخل في الوسط. دايما بيكون في قصص. طبعا لازم. انا ما بعرفش بتيجي كده هي نعمل بتيجي. فهي القصة دي دخلت الأول أنا كان عندي نوع من الـ يعني مستبعد الموضوع. حذرة، بدأت تتاخد على إنها صداقة صحوبية بتاع، ولكن فجأة لقيته بيقول لي خطوبة. فكانت أمي بتقول ما ينفعش، في أختك لسه متوفية ونعمل خطوبة مخطوبة، ولكن فجأة مع الوقت حصل زي راحة نفسية، وبدينا نوافق بالموضوع كده مبدئيا. الغريب ان انا لقيت نفسي في الفترة دي ان انا صوري لما كانت بتنزل في المجلات ما بقتش بتنزل في المجلات من الاول، على اني انا النجمة او الممثلة او بدت تنتقل للصفحات الاخيرة كنجمة مجتمع، خطيبة رجل الأعمال، كذا 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 كذا. فلقيت نفسي أنا بنتقل من غير ما أحس، لكن ما كنتش عارفاها، يعني ما كنتش فاهماها، لكن كان حد من المقربين بقى، الصحفيين المقربين اللي أنا بعتز بيهم وبآرائهم، بقى يقول لي بصي أنت بتتنقلي من فين لفين، أو لما معناها إيه، قال لي يعني لازم شغلك هو اللي يكون مهم في الموضوع ده. ما دققتش لغاية لما حصلت بقى صدمة في الارتباط ده. حصل صدمة، هي تعبتني. تعبتني على اعتبار ان شو كان انفصال، خلاف؟ لا حصل اني عرفت، لا حصل اني عرفت في علاقة تانية سألته فيها، طبعا انكر وقال لا، كالعادة زي ما الناس كلها بتنكر يعني، لكن تابعت حاجات معينة فلقيت إن ده مظبوط. وأنا حتة الخيانة دي تألمني جدا. حتة الخيانة دي أنا تألمني، يعني أنا لسه صغيرة ومعروفة ومطلوبة وناس كلها يعني فإيه اللي يدعو ان يبقى في حاجه تانية في الصوره، او ايه اللي يخلي ده، انا باجي على طول رايحه جايه، وطلب مني ان انا اعيش هنا، ابقى موجوده هنا يعني جنبه. فانا كان الشغل خلاص متفتح قدامي وبقيت اشتغل بقى، رجعنا مع